مساء الخير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كتاب قريته عن بعد. تواصلت معنا من مدينة فاس التلميذة هند، وتقاسمت معنا حبها لرواية للكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي. حظ موفق لجميع التلاميذ ودخول مدرسي موفق، لكن ما تنساوش التدابير الوقائية باش تحميوا راسكم وتحميوا المحيط ديالكم. اليوم أود أن أشارككم قراءتي حول كتاب النظرات للشاعر مصطفى لطفي المنفلوطي، والذي فيه نقد المجتمع الإنساني بما فيه السفهاء الذين يجدون في الزيف والسور ما يجد العطشان في ضحضاح الماء الكدر إذا أبعد النجعة في طلبه ووصل إليه بعد جهد وإشفاء، وأمثالهم من الطامعين المغرورين المتكبرين الذين اضطرمت قلوبهم حقدا على غير طائل وتبانت نفوسهم قتلا على ظل زائل ولون حائل، فما فطنوا إلى أن ما في يد الإنسان إنما هو عارية مستردة ووديعة موقوتة، إذا أرسلها مولاها فلا سالب لها، وإذا سلبها فلا مرسل لها، ولكن في المقابل فإن الله عز وجل أوجد في هذه الدنيا الصادقين والأكرمين المطهرين بنور الصدق واليقين، فالحق في جسمهم دم سار وسلسبيل من العطاء كالماء البارد يتدفق على القلب لينقع غلته ويطفئ لوعته وينضر خلقته. كما تحدث المنفلوطي أيضا عن مجموعة من الشيم والصفات التي جاءت في دين الحنيف ووصفها ووضحها وفسرها، وما شد انتباهي في هذه النقطة هو حين خاطب المنفلوطي بصريح القول المنتحرين المجرمين الذين لا يفهمون بأن الانتحار جريمة شنعاء وأن للحياة قدسية كبيرة عند بارئها، فالمنتحر لا ينتحر إلا لنقص في المال أو الجمال أو عسر أو ضيق في الحال، فيحسد من تيسرت له الأحوال ويخال أنه امتلك صفة الكمال، ولكن الكمال ليس إلا لله وحده، والمؤمن الحقيقي من يعيش يومه ليقدم مزاياه فداء للضعفاء ويرقع عيوبه حتى يقدمها غدا مزايا أخرى لمن يحتاج إليها. ففي نقطة ختام هذا الحديث أود أن أقول بأننا في هذا العالم نحتاج إلى مجتمع قاعدته إنسان وقمته إنسان، لا ينسى القيام بالمعروف والإحسان ولا يقابله لا بالغي والخذلان ولا بالإعراض والنكران.